عندك برضو الآن هذا على مستوى بسيط جدا. في مستوى أعمق إنك تسأل نفسك أنا وش قاعد أشم في المكان اللي أنا فيه؟ وش قاعد أشم؟ إيش الطاقة اللي أنا قاعد أشمها؟ في الغالب أبغى أقول لكم أنتم مش قاعدين تشمون، في الغالب تشمون كيماويات، شامبو، مزيل العرق، العطر، منظف الأرضيات، كله وانت رايح كله كيماويات، هذا كله طاقة سلبية، كل شغل هذا يعني يحتاج تنظيف. لذلك أبغاك تفكر اليوم وشلون شفت مع كل هالزحمة، مع كل هالدوشة الظلام اللي عندك وعايش وسطها، أبغاك تفكر لي اليوم شيء واحد تكفى الله يخليك، شيء واحد يعني إيجابي، شيء واحد طاقة إيجابية، كلوركس صحيح، كلوركس أو واو، كله حتى البخور كله شايفين العيال يتبخرون يعني مبسوطين؟ لا طبعا يتبخرون يعني ما يحتاج، يعني ما عندي مانع ان تتبخرون يعني مرة في الأسبوع وكذا، بس مرات تفتح السناب واربع الناس يتبخرون ما يجيكم هالسؤال يا جماعة؟ افتح مرات السناب مثلا شيك هنا وشيك هنا وشيك، كل العالم تتبخر، افا ما اعرف، في مشكلة. طيب يا جماعة، لا اللبان غير، طبعا غير اكيد. العود طيب وان كان طبيعي، لكن لما يدخل للرئة كثير سلبي، فعشان كذا اقول بالمره بالاسبوع ماشي بمشيها يعني، بس اما سالفه كل يوم مبخرين وكذا يعني معليش يعني ما في شيء يستدعي. فانا ابغاك يعني من زحمه هالاحداث هذه، من زحمه كل هالقصص التعبانه هذه، الحياه المدنيه يعني ما اقدر اقول لك يعني شيل كل الحياه المدنيه، لكن عطني واحد، بما ان احنا في شهر اكتوبر ونبغى نسوي جلد جديد ونسخه جديده وكذا، يعني عطني من نفسك شوي، اوكي عطني من نفسك شوي، اشتري زيت طبيعي يعني بدل البخور، بدل البخور صدقني ارخص وكثير ارقى، كثير يوصلك اماكن. انت تعرف كميه الزيوت الطبيعيه اللي ممكن تغير طاقتك، ممكن توصلك أماكن ما كنت تحلم فيها بدال العطر اللي مليان كيماويات؟ أنت متخيل؟ عطنا واحد بس على الشارع الله يخليك، ساعدنا شوي، حرك الطاقة شوي، ها حرك الطاقة، بدال ما أنت مع زحمة هالأشياء الروائح السلبية، والله بخور صباح مساء. ليش حبة البركة، زيت الخزامة، يا سلام، والله عندي صفة زيوت يعني هائلة، خلوني أصورها لكم في سناب، وكل زيت يسوي شغلة، يعني زيت يهدي، زيت يسوي هدوء في البيت، زيت يسوي نشاط، زيت يسوي حب، زيت يسوي إبداع، في زيوت مخصصة للإبداع، بس كله طبيعي. ممكن مرات النبتات برضو الطبيعية، يكون عندك نبتات اللي عندها ريحة فواحة، هذه اللي ممكن يعني تنتشر وتعطي مثلا زي الريحان، يعني تخيل تشم ريحان بدل ما تشم، ترى ما لي ضد العطور، بس يعني يقول خلونا نسوي شوية، ندخل نسخة يعني إيجابية وسط هالزحمة هذه. ممكن تحط عندك ورد طبيعي، يعني مثلا خلنا نقول
تشتري البخور ولا ما أعرف المبلغ هذا، خلوني عشان ما أصير ضد البخور، تشتري يعني هل الروائح اللي المضرة. طيب المبلغ هذا قسمه قسمين وحط قسم كذا، خذ حط فيه زيت طبيعي، ولا خذ فيه مثلا، ترى إن شاء الله مرات شيء بسيطة، مرات موية الورد لما تحطونها يعني مع الموية ويتنظف فيها البيت. اللبان يمكن موجود في كل بيت، ممكن ينفتح ويعني يغير كثير من طاقة البيت. الميرامية لما تنفتح في البيت وتغير كثير من طاقة البيت. الفل والياسمين، يعني قل مثلا بستثني من هالمبلغ نص المبلغ هذا بشتري فيه مثلا خلال الشهر، طيب خلال شهر بشتري فيه يوم في الأسبوع مثلا ورد، وبشتري فيه ياسمين. الملح لا، أنا ما أتكلم عن الريحة، أتكلم إنه أنت تشم، لأنه في وصلات عصبية تتغير فبالتالي الطاقة تتغير. ما أتكلم عن إنه أنا بغير طاقة المكان، أتكلم عن أنا أتأثر بطاقة المكان، فبالتالي أنا أبغاك تشم شيء إيجابي. تصرف، الله يخليك، قولوا لي وش قررتوا بالنسبة للريحة. كل واحد يقول لي وش قرر، لازم تقرر، ما يصير انت ماشي معانا في النية وكذا وما تقرر لي على الموضوع. قرر، الله يخليك، قرر ثم لا بليز، لا مو كذا. طيب روزماري حلو، الحرمل بس انتبهي، الحرمل يعني الحرمل شوية يعني مستوى أعلى، أوكي؟ الحرمل ليفل مختلف. خلونا ما ندخل هذا المستوى. ريحة الفواكه شلون تطلع ريحة الفواكه؟ قصدك زيوت الفواكه ممكن فخلاص أنتم تصرفوا، يعني لازم تتصرفون، لازم كل واحد يقرر اليوم وش بيدخل وسط الكلوركس والديتول والبخور والعطورات، كل هالفوضى هذه لازم تدخل شيء واحد، الله يخليك، لازم تدخل علينا شيء واحد. اقترحنا والله أسماء كثير، اقترحنا ورد، اقترحنا موية ورد، اقترحنا لبان، اقترحنا لافندر، يعني عطينا اقتراحات. وبرضه بصور لكم من الأشياء اللي عندي، ما أعرف إذا هي متوفرة هنا أو لا، بس ممكن تساعدكم. بس أهم شيء إنك تساعد نفسك، أهم شيء إنك تساعد نفسك. ترى الموضوع ما يبغى له فلوس، يبغى له تدبير. قلت لك نفس المبلغ اللي بتدفع للمعطر الجو حقك، تخيل بعد معطر جو، لا إن شاء الله ما حد منكم يستخدم معطر جو، يعني تخيل مثلا معطر الجو اللي أنت تستخدمه، يعني اقسم الفلوس حقته قسمين، عطنا قسم هذا اشتر لنا فيه زيت طبيعي، اشتر فيه لبان، اشتر فيه سيج، اشتر فيه ميرامية، اشتر فيه شيء من هالأشياء أرخص، برضو أرخص، صحيح؟ ممكن مرات يصير أرخص. فإحنا نبغى نتفق على هذا الموضوع يا جماعة. مرشات طبعاً، مرشات كله غلط، كله ما أخذ موقف يعني شديد، لكن أبغى بس ندخل شيء يعني يغير شوية من النسخة اللي حنا متورطين فيها.